அல்ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தயீனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நூமினு பிஹி வ நதவக்கலு அலைஹி வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் சய்யிஆதி அஃமாலினா வ நஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லா ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على الليل وأطراب النهار الحمد لله الخالق الملائكة والإنس والجنة عالم بما بالأرحام من الأجنة أحمده على ما أفاض علينا من بحار اللطف والمنة وأشكره على ما كرمنا على جميع مخلوقاته حتى الملائكة والجنة أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة تكون لنا من النار جنة وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صاحب الآيات والسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم صلاة تجعل النفوس مطمئنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم அம்மா பாய் ஊசிக்கும் நப்சி அவலம் இத்தக்குள்ளாஹ் التي هي أشرف الأعضاء ورئيسها وأولها في الخلقة ووقعت فيها من السماء نكتة فإن تاب تاب الله عليه وأزال النكتة وإن أصر على اجتراح الخطيئة وكسب سيئة بعد سيئة ازداد سواد قلبه إلى أن تعيد من جوانبه الظلمة فعند ذلك يتبع الله على قلبه وسمعه وبصره ويخشى له سوء الموتى فالله الله عباد الله راقبوا قلوبكم وحاسبوا نفوسكم من قبل أن تقعوا في الشدة اللهم يا رحمن يا منان يغفر لنا وسامحنا ونجنا من شدائد الدنيا ومصائب العقبة ومكاره البرزخ الكبرى وجعل صالح أعمالنا لنا عدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما كفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جباد كريم ملك قدير بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده لمن جهد وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله على محمد وعلى ال محمد ما اتصلت عين بنظر اوصيك بعباد الله واياي اولا بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كلامه الاولى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى مخبرا وامرا
இன்னல்லாஹு மலாயிக்கத்துஹு யுஸல்லூனா அலன் நபீ யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ஸல்லு அலைஹி வஸல்லிமு தஸ்லீமா. அல்லாஹும்ம ஸல்லி வஸல்லிம் அலா சையிதினா முஹம்மதின் சையிதுல் அபரார் வஸிமாமில் குஃபார் وشفيل امتي للجبار وعلى آله البررة والأخيار ولضع عن خليفته من بعده وانيسه في الغار أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن حالب المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن أسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب امام المشارق والمغارب امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن سته البشره الذين هم تمام العشره وافضل من بايع النبي تحت الشجره وعن زهراء البتول فاطمه بنت الرسول وعن السيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين وعن امامين الهمامين من الدنس والارجاس امي نبيك ابي عماره الحمزه وابي الفضل العباس وعن بناتك الطاهرات وازواجك المطهرات رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ورحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اغلق اعداء المسلمين. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار الصالمين وادخلنا الجنه بسلام امنين. وقنا ربنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر المنكرين وشر المشركين وشر الماكرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انا نعوذ بك من فجاءة الموت. اللهم انا نعوذ بك من عرضل العمر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن امامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل في نفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين. اللهم تبل حياتنا واشفي مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل الجبار يذكركم ادعوه ويستجب لكم. فلذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل وهم واتم واقوى واكبر. والله يعلم ما تصنعون.